للحديث أكثر عن الملف اللبناني ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية اللبنانية نبيل الحلبي. مرحبا بك أستاذ نبيل. بالرجوع إلى الملف اللبناني مرة أخرى نتحدث ونسأل بداية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن أن لبنان يعول على الدعم العربي ويعول على الدعم الغربي، يعني كيف يمكن التعويل لا سيما وأن الدعم العربي كما هو معلوم يعني يقف أمامه نفوذ إيران، أما الدعم الغربي فيعرقله غياب الإصلاحات، كيف يتم التعويل عليه؟ كيف تنظر إلى هذه النقطة؟ مرحبا عزيزي. أولا يعني كما أسلفت يعني الدعم العربي هو ليس دعما مجانيا، فهو دعم مشروط، وكذلك الدعم الغربي والمساندة الغربية ومن الصناديق المانحة بشكل عام للبنان. فهي جميع هذه المنح الموعودة من الصناديق المانحة أو المساعدات العربية والدولية هي مشروطة أولا بحزمة إصلاحات تم نقلها عبر يعني البنك الدولي في تشرين الثاني من عام 2019، يعني بعد ثورة 17 تشرين بشهر تقريبا، وأيضا تم نقله عبر الرئيس الفرنسي ماكرون عبر مبادرة فرنسية دولية إلى الحكومة السابقة المستقيلة. حتى الساعة ليست هناك أي نية لإجراء إصلاحات سياسية عبر تهيئة الظروف لانتخابات جديدة برلمانية بعد أشهر تعيد يعني أو تنتج سلطة جديدة، ولا تعيد يعني هذه السلطة والإدارة التي أوصلت لبنان إلى حافة الانهيار. الأمر الآخر، وجود الميليشيات الإيرانية رأسها حزب الله وشركائه في السلطة، هذا عائق أساسي أمام أي مساعدة عربية. ونحن نعلم يعني مؤخرا كيف دخلت الصهريج الإيرانية بمواكبة من حزب الله عبر الحدود النظامية في لبنان دون أي يعني اعتراض من الحكومة اللبنانية الجديدة ودون أي إعاقة من الإدارة، إدارة المرافق الحدودية اللبنانية، وبالتالي هذا تورط لبناني رسمي مع إيران الذي خطفت العقوبات ويعني اختراق العقوبات على حزب الله وتمويل حزب الله وغيرها من أعمال تمويل الإرهاب. ميقاتي أكد عزم حكومته إجراء الانتخابات التشريعية العامة المقبل، هل بإمكان هذه الانتخابات أن تحدث تغييرا حقيقيا في ظل الأزمات التي تمر بها البلاد وبقاء نفس الوجوه السياسية؟ طبعا لا، حتى الساعة ليس هناك أي أمر تغير على أرض الواقع منذ عام 2018 منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة. يعني وجود ميليشيات مسلحة تجوب الشوارع والأحياء، وكان يعني يوم أمس يعني مسيرة مسلحة في شارع الحمراء في قلب بيروت لميليشيا حزب السوري القومي الاجتماعي المتحالفة مع إيران ومع النظام السوري. كل هذا لا يمكن أن يهيئ ظروف لانتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن الضغوطات، بعيدة عن التهديدات، بعيدة عن التهديدات باغتيال الناشطين أو اغتيال الناشطين كما حدث العام الماضي للقمان سليم. كل يعني معارض مهدد بالاغتيال او بالتهديد بالاغتيال. طيب. استاذ نبيل الحلبي، يعني فيما يخص يعني هناك عشرات المودعين اللبنانيين احتجوا امام مقرات بنوك بيروت للمطالبه بسحب ودائعهم، ولكن لماذا المواطن اللبناني، يعني ما ذنب المواطن اللبناني ان يدفع ثمن الخلافات والفشل السياسي والاقتصادي؟ لا، هذا ملف يعني على حاله. موضوع أموال المودعين التي تمنع يعني إرجاعها إلى المودعين إلى أصحابها، هذا قرار مصرفي وهذا قرار مخالف لقانون النقد والتسليف، ولكن هذا القرار هو محمي من هذه السلطة. يعني نحن نعلم وأنا محامي بالنتيجة أعلم بأن هذا القرار هو قرار غير قانوني. من صاحب المال لديه الحق في استرجاع أمواله وأن يحدد المبلغ الذي يريده أو يريد أن يسحبه من المصرف، هذا مكفول دستورا ومكفول بالقوانين. ولكن ما جرى هو عملية مصادرة أموال المودعين لدعم السلع الأساسية ومن ثم تهريرها إلى سوريا عبر حزب الله، يعني تمويل حزب الله بشكل وبآخر معاركه الأقليمية.
من أموال وجيوب اللبنانيين. ولكن هذه السلطة وعلى رأسها السلطة القضائية مدعي عام التمييز عمم على جميع المحاكم برفض أي دعوة يقدمها أي محامي ضد أي مصرف بحجة يعني استناد إلى قانون النقد والتسييف واستعادة أموال المدعين. أستاذ نبيل، محافظ جبل لبنان محمد مكاوي أكد غياب الحلول الحقيقية للأزمات التي تعصف بلبنان، يعني لا حلول. برأيك إلى أي مدى يمكن المراهنة على صبر الشارع اللبناني؟ يعني مع الأسف يعني اللبنانيون فقدوا القدرة على التغيير وفقدوا القدرة على تحمل تداعيات الحصار والانهيار والفساد الفساد السياسي والإداري الذي أوصلهم إلى الانهيار. هم يفكرون بالهجرة أكثر مما يفكرون بالثورة على هذه السلطة، لأن هذه الثورة السلمية مع الأسف تجابه بالنار بالرصاص الحي كما جرى في السنة الماضية وفي أشهر الماضية، واجه بالقتل والاغتيال، ولا قضاء ولا قانون يحمي هؤلاء المتظاهرين. لذلك هناك حالة من الإحباط الشديد، هناك تغريبة لبنانية جديدة نشهدها في دول المنطقة. مع الأسف يعني نخشى من موجة لجوء لبنانية يعني تلي الموجة اللجوء السورية والعراقية والفلسطينية. هي تغريبات عربية يعني أسبابها يعود إلى فساد الطبقة الحاكمة وتواطئها على هذا الشارع. شكرا لك أستاذ نبيل. عبر الهاتف من إسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية اللبنانية الأستاذ نبيل الحلبي، شكرا جزيلا.